بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية بنتكلم بإذن الله عن الستريس سترين ريليشن شيب ان ستراكشر ستيل. فبيقول لك لو قطعة من الداكتايل ستراكشر ستيل تم التأثير عليها بحمل شد بقوة شد، هتبتدي ان هي الطول بتاعها هيزيد، وكل ما تزود قيمة الشد في معدل ثابت فإن قيمة الامتداد أو الإلونجيشن هتزيد بصورة خطية. فبيقولك على سبيل المثال قيمة الإلونجيشن هتبقى الضعف لو أنت لو الحمل بتاعك كان 6000 باوند ووصل ل 12000 باوند بي اس اي باوند بير سكوير انش، ده الاسترس. بيقول لما الإجهاد الشد بيوصل إلى قيمة تقريباً بتساوي 3/4 الألتيميت سترينث بتاع الحديد، الإلونجيشن هيزيد بمعدل كبير من غير ما يحصل زيادة في قيمة الاسترس. أدي العينة اللي هو بيتكلم عليها، عينة حديد وتم التأثير عليها بقوة شد بي، فبيحصل إلونجيشن دلتا ال، وده كروس سيكشن ايه لما بيقطع بالعرض. معادلة الاسترس بتساوي القوة على المساحة بي اوفر ايه، والالونجيشن اللي هو معدل الزيادة على في الطول على الطول الحقيقي، ودي الرموز اف اللي هي الاكشوال تنسل ستريس اللي هي الاجهاد الشد المحوري، الاي كابيتال اي اللي هي الكروس سيكشن اريا المساحة، Actual strain بوصه ال اللي هو length of the specimen طول العينه، ودلتا ال اللي هو change of the length. فلما بيحط في المحور الافقي قيمه السترين وما يقابلهم الاسترس المحسوبين من المعادله اللي فاتت، فبيطلع معاه اول حاجه الخط اللي هو بيتبع هوكس لو، خط الميل. الميل ده اللي هو بيمثل الاي اللي هي المودلس اوف الاستيسيتي، لغايه ما بيوصل لنقطة معينة بيسموها البروبورشنال ليميت، بيزيد مع زيادة الحمل، فبيحصل ان النقطة دي بتطلع لفوق، الاسترس بيزيد وقيمة الزيادة في السترين بتبقى قليلة، وبعدين بعد كده أي زيادة في الاسترس بيصاحبها زيادة في السترين بصورة ملحوظة. وصلنا للنقطة ايه ومدينا بعد كده، والاسترس ثابت لكن مصحوب بزيادة في السترين لما وصلنا للإف فيلد، وبعدين بعد كده زيادة الحمل بيستتبعها زيادة في السترس مصحوبة بزيادة في السترين لغاية ما توصل لغاية الألتيميت تنسايل سترينس، وبعدين بينزل بعد كده قيمة السترس بتقل مع زيادة ملحوظة في قيمة السترين لغاية ما توصل لغاية نقطة الفراكشر بوينت. ايه النقط اللي تهمنا؟ البروبورشنال ليميت اللي هي اخر نهاية الخط المستقيم، عندنا lower yield point، والنقطة بتاعت الماكسيمم ستريس بنسميها ultimate tensile stress، واخر نقطة اللي هي بتاعت الانهيار بيسموها fracture point. بيقسم الكيرف بتاع السترين الى اربع مناطق. المنطقة الاولانية منطقة الالاستيك اللي هو مع إزالة الحمل السبيسمن بترجع تاني لنفس طولها الحقيقي، لكن المناطق التانية لو أنت شلت الحمل العينة ما بترجعش لوضعها، بيحصل فيها منطولية. يبقى عندك المنطقة التانية البلاستيك، وبعدين سترين هاردنينج، وبعدين نيكينج أند فراكشر. إزاي يقدر يجيب اليلد سترينث؟ ففي طريقتين. الطريقة الأولانية ان هو لو نقطة السترين مش ملحوظة قوي فبيجي عند بوينت او او تو او 2/10% اوفست من الخط المستقيم، بيعمل خط موازي يمر بوينت او او تو سترين، ويمشي الخط الموازي ده لغاية ما تقطع مع كيرف، هيديله قيمة تقريبية للاف ييلد لما بيتقطع مع المنحنى. او الطريقة التانية ان هو بيجي عند
0.5% للسترين وياخد خط رأسي لما يتقاطع مع المنحنى. العلاقة بين ستريس وسترين، النقطة المحددة بيجيب فيها الاف فيلد. بالنسبة لتحديد الاف فيلد ده لما بيكون عندنا هاي سترينث ستيل، يبقى عندنا اف فيلد اللي هي بيزد على 0.2% سترين، او اف فيلد المحسوبة من 0.5% سترين كخط رأسي. نبتدي نشوف الكومبوزيشن والجريدز بتاعت الستيل في مرحلة لاحقة. فبيقول لك انه the following composition of well known grades of structural steel، عندنا ASTM A 572 و ASTM A 36 و A 514 اللي حط عليها ستار، ده بيسموها الجريد. الفروقات بين مكونات الكربون والمغنيسيوم والفوسفور والسلفر والسيليكون باينه قدام حضراتكم، والـ ASTMA المقابلة لكل نوع موجودة في ثلاث أنواع مختلفة. بيقول لك الـ ASTMA 36 ASTMA 36 يبقى الدنستي الكثافة بتاعت الحديد 7800 كيلو جرام لمتر مكعب أو 0.28 باوند بير كيوبيك إنش، يانج مودلس أوف إلاستيسيتي اللي هو 29 × 10^6، ده دايما بناخده في التصميم بالنسبة للبي اس اي، وما يقابله هو 200 جيجا باسكال، الجيجا اللي هي 10^9 والباسكال اللي هو نيوتن متر المربع. البوسانس ريشيو اللي هي السترين اللاترال، البوسانس ريشيو نسبة السترين على اللاترال سترين بيساوي 2/10، يعني لما بتيجي بيحصل شد في الاتجاه الطولي بيحصل اجهادات انضغاط بالنسبه بينها وبين بين اجهادات الشد بتساوي 2/10، وده اللي هو البوسانس ريشيو. القطاع بيطول بس بيقابله انضغاط وتقليل في مساحه المقطع. قدام حضراتكم الكيرف اللي هو بين الستريس والسترين للانواع المختلفه من الحديد. النوع الاولاني اللي هي الكربون ستيل A 36، وده بيكون الاف فيلد بتاعته 36 كيلو كيبس اللي هو كيلو باوند بير سكوير انش. النوع الثاني اللي هو الهاي سترينث لو الوي كربون ستيل اللي هو الاي اس تي ام اي 572، بيبقى الاف فيلد بتاعته زي ما حضراتكم شايفين اف فيلد بيساوي 50 كي اس اي. وبعدين في نوع تاني اللي هو التنسل هيت تريتد كونستراكشنال الوي في سبيكه شغاله على اس تي ام اي 514 كوينشد اند تمبرت الوي ستيل، بيوصل الاف فيلد بتاعه ل 100 كي اس اي، وده بيجيبه عن طريق ان هو بياخد الاف فيلد بيجيبه عن طريق البوينت 2% اوفست من الالاستيك. لكن كل الانواع دي بتتفق في ان المودلس اوف الاستيسيتي بتساوي 29000 كي اس اي. دي العلاقات بين اليلد بوينت الاي 36، اليلد بتاع اليلد بوينت 36 كي اس اي، الاي 572 يتراوح من 42 ل 65، والاي 514 بيساوي 100 كي اس اي. التنسل بوينت الاي 36 اللي بيوصل من 58 ل 80 كي اس اي، والاي 572.5 to 0.7%، يعني هو بين ال 60 وال 80. والنوع الاخير بيوصل ل 111 ل 130، ده الكربون ستيل انواعه بالنسبه للاي اس تي ام A 36 structure shape و plates، وال 53 structure pipe and tubing، وال A 500 structure pipe and tubing. وبالنسبة لل high strength alloy steel من A 441 و A 572.
موضوع جديد اللي هو الأشكال المختلفة والأوزان المرتبطة بها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.